فاضل 5 متابعين كده، فاضل متابع. يس، بقيت 200,000 متابع على الانستجرام. ايوه كده، كل الناس بتحبني علشان انا جميلة وذكية. انا رانيا اشهر واحدة في المدرسة وفي المدينة، الناس كلها بتحبني وبيحاولوا يبقوا صحابي. عندي مثلا زميلي فادي كل يوم يعمل لي الواجب، انا هروح اشوفه فين علشان اخد الواجب منه وودي للمدرسة. اللي واقف هناك ده فادي، والورق اللي معاه اكيد الواجب بتاعي، هروح اخده منه. ازيك يا فادي، انت فين مختفي طول اليوم؟ ايه ده رانيا، انت جيتي؟ ايوه، انت كويس؟ رانيا بصراحة انا مش معايا اي فلوس النهاردة. فادي ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو حتى سمع طريقتك دي هيحسبوني بستغلك وباخد منك فلوس. وبعدين انا مش بطلب منك فلوس غير لحاجات بسيطة، شيبسي، لبس، اكل. فعلا حاجات بسيطة. معلش يا رانيا انا لازم امشي. فادي انت رايح فين؟ ايه ده، فادي شكله اتجنن، ازاي يسيبني وانا واقفة معاه؟ دي حاجة غريبة قوي، هو ايه اللي حصل له؟ مش مهم، هعرف بعدين. انا هروح لدينا، كانت بتقولي في حاجة مهمة عايزاني فيها. دينا كنت عايزاني في ايه؟ انت فين يا رانيا من الصبح؟ ده احنا في مصيبة. مصيبة ايه؟ ايه اللي حصل؟ عارفة البنت اللي اسمها عائشة الجديدة اللي معانا في المدرسة؟ ايوه عارفاها، البنت اللي بتحب المذاكرة دي. البنت دي بقى عندها 500,000 متابعة على الانستجرام. ازاي؟ ده انا عندي 200,000 بس. بتعمل ايه البنت دي عشان يجيلها كل المتابعين دول؟ بتعمل محتوى تعليمي وبتنزل فيديوهات مفيدة، تخيلي. ايه ده، الناس اتجننت ولا ايه؟ ازاي يتابعوا واحدة زي دي ويسيبوني انا؟ دي كمان الاولى على المدرسة، يعني ناجحة في كل حاجة. اهي جاية اهي. سيبني، بتجري ورايا ليه؟ سيبني. ايه ده، هو بيجري وراها ليه الولد ده؟ ده كتير بيجري وراها علشان عايزين ياخدوا معاها صورة. كمان هي وصلت للمرحلة دي، كل المدرسة بيجروا وراها. بتجري ورايا ليه؟ بتجري ورايا ليه؟ ما تخافيش، انا عايزك في حاجة بسيطة جدا. عايز ايه؟ انا بعمل فيديوهات بغني فيها وبرقص، بس الفيديوهات دي مش مشهورة خالص. انا عايزك تعملي لي شير لفيديو من الفيديوهات بتاعتي عشان يبقى عندي متابعين كتير جدا. لا طبعا، ما ينفعش احط فيديوهات زي دي عندي. انا قلت كده برضو، هتتعبيني شكلك. انا هاخد منك الموبايل بالعافية وهحط الفيديو. ازاي تاخد مني الموبايل بالعافية؟ هات الموبايل، هات الموبايل. الحقوني الحقوني. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ الولد ده كان بيحاول يسرق الموبايل بتاعي. هتقوم تمشي ولا اضربك تاني؟ لا همشي همشي. شكرا جدا انك ساعدتني. مفيش مشكلة، الولد ده اصلا رخم. انا عائشة، انت اسمك ايه؟ انا فادي، ولو احتاجتي اي حاجة عرفيني. فادي انت بتعمل ايه؟ رانيا مفيش حاجة، انا كنت بساعد عائشة. يعني ما عملتليش الواجب بتاعي وواقف هنا تساعدها؟ الوقت ده كان ممكن تخلصلي فيه الواجب. طيب هسيبكو انا، باي باي. ايه ده يا رانيا، انت كنت بتراقبيني ولا ايه؟ لا طبعا، انا كنت واقفه بالصدفه علشان اشوف اللي حصل ده. وبعدين البنت دي رخمه، انت ايه اللي موقفك معاها؟ لا خالص، دي طيبه جدا. اخرس، حسابك معايا بعدين. دينا دينا الحقيني. في ايه يا رانيا، انت مش شايفاني باكل؟ اكل ايه دلوقتي، احنا في مصيبه، انت لازم تساعديني. اساعدك ازاي، في ايه؟ احنا عندنا هدف جديد لازم ندمره. مين الهدف المرة دي؟ البنت الجديدة اللي اسمها عائشة. ليه، عملت لك ايه تاني البنت دي؟ انت شايفة بقى عندها متابعين اكتر مني، وكمان فادي بقى زميلها دلوقتي وبقاش يتكلم معايا، ده حتى الواجب ما بقاش يعملهولي. طيب عايزاني اساعدك ازاي؟ بصي اسمعيني، هقولك الخطة وعايزاكي تنفذيها بالظبط. انت هتنزلي دلوقتي تضايقيها وترخمي عليها، وانا هاجي ودافع عنها، فهي هتفتكرني بقيت صاحبتها، ولما اكون صاحبتها هعرف كل حاجة عنها، وبكده هعرف كل نقط ضعفها وهدمرها. ده انت شريرة قوي، بس بحبك. انا هنزل ادور عليها وانت تعالي ورايا. انت ايه اللي موقفك هنا يا بنت؟ انت خير؟ اقدر اساعدك بحاجة؟ ايوه ايوه، مثلي، اعملي نفسك طيبة.
قصدك ايه؟ انا مش بعرف امثل. انا عارفه النوعيه بتاعتك دي، انت عامله نفسك طيبه علشان توصلي لكل حاجه. انا مش عارفه انت بتتكلمي عن ايه. قولي لي الحقيقه، انت ازاي بقيتي مشهوره وعندك كل المتابعين دول؟ معرفش، الموضوع جاي بالصدفه. انا بقدم لهم حاجات مفيده وهم بيحبوني. اكدبي اكدبي، اكيد في طريقه انت مش عايزه تقولي عليها علشان ما حدش يعرف ان انت غشاشه. صدقيني انا وصلت لكده بمجهودي. ايوه ايوه عندك حق. طب يلا امشي من قدام اللوكر بتاعي. اي ايه ده، انت ضربتيني ليه؟ رجلي وجعاني قوي. احسن احسن، برافو عليكي يا دينا، الخطه ماشيه كويس جدا. جه الوقت اللي انا اتدخل فيه. دينا انت بتعملي ايه؟ عائشة انت كويسة؟ لا انا مش كويسة، رجلي وجعاني قوي. دينا انت ليه عملتي فيها كده؟ رانيا اطلعي بره الموضوع ده. لا ليه دعوة، طبعا مش معنى اللي هي اشهر مني يبقى هكرهها. حرام عليك ان انت بتعملي فيها ده. يلا سيبيها وامشي. ماشي يا رانيا، بس اعتبرينا من الصحاب خلاص. عائشة انت كويسة؟ يلا حاولي تقومي. عائشة مالك، في ايه؟ مالك يا فادي، بتبصيلي كده ليه؟ تاني يا رانيا، اكيد انت اللي ضايقتيها. فادي انت بتظلمني، انا ما عملتلهاش حاجه. فادي رانيا ما عملتش حاجه، دي كانت بتساعدني. شفت يا استاذ فادي اللي انت غلطان. انا اسف جدا يا رانيا، بحسبك ضايقتيها. مفيش مشكله يا فادي، بس ارجوك بعد كده صدقني انا مش وحشه للدرجات دي. شكرا قوي يا رانيا انك ساعدتيني. المهم انك كويسه ويا ريت نبقى اصحاب. ايوه طبعا صحاب جدا. يلا بما اننا بقينا صحاب هعزمكم كلكم على ايس كريم. الله انا بحب الايس كريم قوي. وانا كمان بحب الايس كريم قوي، انا عايزاه بالشوكولاته. وانا عايزاه بالفانيليا. وانا عايز بطعم الكوكونات. اسمها كوكونات مش كوكونات. مش مهم، يلا بينا. الايس كريم حلو جدا. وانا الايس كريم بتاعي جميل جدا. انا بقى الكوكونات بتاعي حلو قوي. يا ابني اسمه كوكونات مش كوكونات، الناس هتفهمك غلط. رانيا انا عايزاكي في حاجه. خير يا عائشه، عايزه ايه؟ بصراحه الدرجات بتاعتك مش عجباني، ايه رايك تيجي تذاكري معايا واساعدك عشان تجيبي درجات احسن؟ بجد يا عائشه دي فكره حلوه قوي. خلاص اتفقنا، هستناكي النهارده. يا عائشة طلعت طيبة قوي، أنا مش عارفة إزاي كنت عايزة أذيها. يلا البريك خلص، لازم نرجع المدرسة بسرعة. واضح إن إحنا جينا بدري، المدرسة لسه ما جاتش. طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل كده. ايه ده، دي رانيا عايشه حياتها معاهم خالص والناس الخطه بتاعتنا. انا هدخل انتهلها. رانيا تعالي عايزاكي. رانيا فين الخطه اللي احنا كنا شغالين عليها؟ انا شايفاكي بتخرجي معاهم وبترقصي معاهم وسايباني خالص. بصراحه يا دينا عائشه دي طلعت كويسه قوي، دي حتى عرضت عليا انها تذاكر لي. يعني ايه كده مفيش خطة؟ لا خلاص انا كنت غلطانة، الاحسن نبقى اصحاب ليهم مش اعداء. ايه رأيك يا دينا، تحبي تبقي معانا؟ طبعا احب ابقى معاكم، انا مش عايزة ابقى لوحدي. طيب هنعمل ايه دلوقتي يا رانيا؟ تعالي ورايا.